ايه؟ طب تمام، مع السلامة دلوقتي. قبضوا على بوردة ورجالته. حلو قوي، عظمته، اللهم صل على النبي. يلا في داهية، مع اني يعني بيتهيألي ابو وردة ده اكيد هيخرج منها. المهم انه هينزل من العرودين الكام يوم اللي جايين دول. بس انا عايزك في حاجة تانية، المهم انك تبقى عينك في وسط راسك ومحدش يحس بيك. زيع انت بس عظمته، وما تشغلش بالك بأي حاجة. طب ركز معايا بقى وطرطق لي ودانك على الاخر. عايز ايه يا زياد؟ انتوا عايزين ايه؟ انا عاوز منك ايه يعني؟ زياد مسافر وحب يسلم عليك ويديك بوسة. ايه يا زياد، في ايه؟ اهدى يا زياد، كده احنا هنخسر بعض يا زياد. استنى اكتر من كده، ميعاد سفري يقرب وكل حاجه لازم تخلص في اسرع وقت. طيب حاول تنفذ اللي اتفقنا عليه. سلام. الو، يلا بسرعة، يلا. انت واخدنا على فين يا حلمي؟ هقول لك في السكة، يلا بسرعة. بنت اشتري، يلا. طب ربنا ما يحرمني من لمتكو دي. ايه في ايه؟ مالكو؟ الله، انتوا ساكتين كده ليه؟ ما تردوا عليا، في ايه؟ ايه يا بابا، مالك بتعيط ليه؟ في ايه؟ ما تفهموني. سيد، انت عملت حاجه يا سيد؟ قولي عملت ايه بس يا سيد، فهمني. حلمي قتل زياد. زياد ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ زياد؟ لأ لأ طبعا. زياد ايه؟ ادعيله بالرحمة، ادعيله بالرحمة. رحمة انت كمان؟ زياد مين اللي مات؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتقولوا اي كلام؟ زياد مات ازاي؟ ابني؟ ابني انا؟ هو فين؟
مسرحة. مسرحة ايه؟ مسرحة ايه؟ اهدي يا الحاج. اهدي اهدي يا الحاج. عشان مهما حاولت مش هتعرف. عارف ليه؟ عشان اللي قتل زياد ده يبقى صاحبك اللي كان ماشي معاك سنين في سكتك الشر، وزياد هو الوحيد اللي دفع ثمن ده، دفع ثمن حياته. انت عارف كويس ان حلم ما قلبش عليك غير بعد ما عرف اللي عملته في بنته. حلم عمره ما كان يقدر يرفع السلاح في وش زياد إلا بعد ما شاف وساختك. أنت اللي قتلت زياد رحيم، أنت ومش حد غيرك. بس بس مش عاوز أسمع صوت أي حد فيكم. اخرسوا كلكم، اخرسوا. محدش قتل زياد غيرك أنت يا رحيم. طب وعزة جلالة الله ما هتحضر دفنة ابني يا رحيم؟ دلوقتي محدش عارف يوصل لمكان حلمي، بس هو هيروح مننا فين؟ هنوصل له يعني هنوصل له. انت مش هتروح الدفنة؟ Thank you.
كان عندك حق يا دنيا، القريبين مني بس هم اللي بيتأذوا. خطوة زي دي معناها ان كل تعب السنين ده هيروح على الفاضي. انت متأكدة انك موافقة؟ سكوتك ده معناه انك لسه بتفكري. طيب افتكري كمان ان احنا كده لازم ننسى موضوع ال 700 مليون دولار. موافقة. أنا مش عايزة غير حاجة واحدة بس، رقبة رحيل.